لو انا متخصصه في الانترناشنال بيزنس اداره الاعمال الدوليه وعاوز اشتغل في بنك وتايه، ممكن تساعدني اهتم بكورسات ايه واركز على ايه، انهي عمل داخل البنك في الغالب؟ لو انت لسه متخرجه او لسه في مرحله الكليه، انت في الغالب مش بيكون ليكي اختيار بعد التخرج انك تختاري القسم اللي بتشتغلي فيه، في الغالب بتشتغلي في خدمه العملاء او التيلر او القسم الكريدت ده في الغالب، لان اغلبيه الوظائف في البنك 80% اللي بيتم الاعلان عليها لحدثاء الخبره في الغالب بتتوزع على ده. لكن ممكن في حد يقول لك انا ممكن اشتغل في قسم العلاقات الدوليه جوه البنك، ده الحقيقه مش بيكون متاح، ولكن بيكون متاح الوظائف اللي بتكون في الفروع او في قسم الكريدت، ودي بتستحوذ على الوظائف الاكثر داخل اي بنك عند حديث الخبره. ولذلك انت لو عاوزه تشتغل في بنك حاولي تهتم بالتقدير جدا جدا، تهتم كمان بمظهرك وكيفيه الاهتمام بيه وشكلك، تهتم كمان بكوميونيكيشنز سكيلز او مهارات التواصل. نحل من دلوقتي واحنا في الكليه امتحانات نيوميريكال او امتحانات رياضيه فيها اسئله رياضيه وفيها اي كيو تيست، والانجليش بتاعنا يكون كويس، نقدم على وظائف البنوك وان شاء الله ربنا يكرمنا وندخل الاختبارات ونحل وتبقى الدنيا زي الفل ان شاء الله، وربنا يكرمك باذن الله.